السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتكم انشغالات امرأة جزائرية. كما نشوفوا هذا هو الرد اللي كان من عند سمية سماش بعد يعني التعليقات السلبية اللي تعرضت لها بعد عملية التجميل اللي كانت دارتها مؤخرا على اسنانها. كما نشوفوا يعني هذا هو الرد، ويعني كان حتى بعض لي ميساج كانوا بعثوهم لها، يعني هذا الشيء عيب لان سمية سماش يعني انسانه خالقه ومتربيه. كما على بالنا كامل تاني في عرسها كانت تعرضت لانتقادات على اسنانها، يعني انسانه هذه خدمه اسنانها تتعرض للانتقاد، ما خدمتهمش تعرضت للانتقاد. هنا نفهموا باللي ارضاء الناس غايه لا تدرك. كما نشوفوها من كل التعليقات قراو يعني واش كتبوا لها، واش والله هذا الشيء عيب علينا كمسلمين. يعني شوفوا هنايا هذا ميساج كانوا بعثوه لها، والله هذا يعني لحمك يتشوهك سبحان الله. للاسف يعني احنا كمسلمين ان شاء الله هذو اللي ان شاء الله يلحق الفيديو هذو لهذ الناس اللي راهم يشوفوا هذ التعليقات اللي علقوها، ان شاء الله نقول لهم ربي يهديكم. هذا مكان كما نشوفوا كامل تعليقات، يعني بعض هذه جبت بعض التعليقات ماشي كامل. يا اخي شفت حاجه وما عجبتكش ما تشوفهاش، هذا ما كان. شوفوا مع بعض هنايا تقول عليها عجوزة هي بنت البارح، سبحان الله الغيرة كما يقولوا تهدر. هذه هي، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.